الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبل مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليهم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. The Imaam voice, the real voice that should be appreciated.